التعامل بالاحترافية كانت غير، وأنا هون بوقتها دغري حسيت إنه صار عم يفرق معي وبلشت أخطي خطوة جديدة وتشجعت أكثر لأقدم كل شيء عندي. اللاعب الموهوب ما اقتصرت مشاركته على لعبة كرة القدم، بل وضع بصمته بكرة الصالة مع فريقي الصداقة والبنك اللبناني الكندي، وشكل ثنائية مع قائد منتخب لبنان حسن معتوق. وقفت فوتسال صراحة عشان يعني ما حسيت حالي انه لعب بكرة القدم يعني الحقيقة. طبعا نحن يعني اذا ما تلينا رمل ووحل وشتا وهيك ما بتحس حالك لعب كرة قدم. بسنة 2011 صار معي مثل ظرف وانحكمت انه اختار. كان في كأس مسابقة بكأس آسيا لمنتخب الصالة وفي تصفيات كأس العالم للمنتخب الأول، اللي انا بوقتها كنا بمعسكر مع المنتخب الأول، وطلبوا لجنة الصلاة مني من الجهاز الفني يستعينوا فيي بكأس آسيا ومن ثم برجع على المنتخب الأول. هون الجهاز الفني كان كوتش تيو فوكر، هو قال لهم إنه إيه في يروح، بس بنفس الوقت إجا قال لي إنه أنت بدك تختار يا هون يا هونيك وإلك القرار. فمن وقتها أنا ابتعدت كليا عن كرة الصلاة ولعبت أول ماتش دولي أمام كوريا الجنوبية اللي ربحنا فيه 2-1. على مدار 16 سنة ارتدى موني قميص العهد والأنصار والنجمة والبرج حالياً، واحترف بالبحرين وماليزيا. أسوأ لحظات بالفوتبول هي كانت أول مباراة مع نادي النجمة عندما تعرضت لأبشع إصابة هي الرباط الصليبي، أبعدتني فترة طويلة عن الملاعب وأثرت علي سلبياً بالوقت اللي أنا كنت عم بقدم مستوى جيد، وصراحة هذا النادي اللي كنت حابب ألعب قدام جمهوره وحقق معه بطولات. فترة تواجدي مع نادي النجمة طبعا كانت حسرة بقلبي لأنه كنت حابب ألعب وقت أطول، كنت حابب شارك أكثر، وكنت حابب نتوج بلقب البطولة اللي هو أنا أجيت صراحة كرماله. الأكيد أنه موني إضافة مميزة بخبرته لفريق البرج يلي بتجمع تشكيلته بين عنصر الخبرة والشباب الموهوب. الملعب بالنسبة لي هو قضية حياتي فيه، أكيد في علاقة خاصة بينه وبين الملعب، كل أغلبية وقتي كان بالملعب إن كان بالتمرين أو بالمباريات، حتى بس يكون عندي أيام عطلة كنت روح أتسلى فيها وألعب فوتبول. لا شك أنه حسن شعيتو هو من أفضل مخرجة الملاعب اللبنانية ومن المواهب يلي ما زالت عم تقدم للكرة اللبنانية وعم تنقل تجربتها للجيل الجديد.